الربيع العربي. احنا كلنا اعتبرنا انه امريكا والدول الاستعماريه والدول الغربيه، وهي طبعا احنا عرب متعلمين على المغمره، يعني بدل ان نتحمل احنا المسؤوليه ونتحمل بو عزيزي اللي هو 12 سنه بلا شغل، واجت هاي المره ضربته وكسرت العربان اللي كان ياكل من وراها، انه الاستعمار سوى الربيع. ولا نقدر نقول عن مصر وسياسة مبارك اللي كانت مجحفة وكلها الأولوية إلى عقارب وإلى الناس اللي هم يستطيعون يسيرون في ركابة، والحزب الوطني التوكل وكذلك في البلدان الأخرى، العراق نفس النمط ولبنان نفس النمط اللي بالطائفية على أشدها. احنا هذا ما نقوله، واجا الربيع العربي كمدخل بالفوضى الخلاقه. اللي صار في الربيع العربي انه النسيج الاجتماعي تمزق بشكل حاد وبالضبط، يعني يعبرون عنه مثل ما الماء الراكد عندما تفورت راح تصعد النفايات الى العالم. فإذا هذه ما حدث في الربيع العربي، إنه الطبقات السفلى صعدت إلى الأعلى وبدأت ثمار الدور، وبدأت تحاول أن تتصرف بمنتهى الحرية. هذا مو أمريكا جت في سوريا. إذا أمريكا تريد تسويها كان سوتها بإيران، كان سوتها بالصين، اللي إحنا نقعد نقول الفوضى الخلاقة. هم فشلوا فقالوا وجابوا فكر الفوضى الخلاقة حتى يغطون فشلهم، ولكن إحنا في حد ذاتنا التدهور اللي عندنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي هو يؤدي إلى الفوضى الخلاقة. أنا مثل ما قلت الفوضى تحتاج إلى حاضنة. وأنا سرح أعرض الفكر الديني اللي هو أقرب إلى فوضى. أكو أصحاب نظريات يقولون إن مجتمع الشرق الأوسط مجتمع الشرق الأوسط يعتبرون مجتمع الخوف. ليش؟ لأنه مجتمع الدكتاتورية، وهذا الخوف ينتج شعب غير قادر على الاعتماد على نفسه، غير كفو، غير مؤهل. أنا أتذكر قصة كلش حلوة إلى دوستويفسكي، اسمها الجار. هذه القصة أنا قريتها بقت في ذاكرتي وقريتها عدة مرات، مو مرة واحدة، هي رقم صفحات قليلة كلش. هو تتري اختطف بنية من أهلها، قتل أهلها أخذها وإجا بمكان آخر، فواحد عرفه مشنو راح للشرطة قال لهم هذا دا يضطهدها وهذا تعيش حياة جدا تعيسة، فدزوا علي وعليها. قال أنا ما أقدر أرضيها الخبر، قال ما تعرف شنو هذه، لو تريد حليب العصفور أرضيها بس حرية ما أرضيها. قال هي متعرف قلت له شلون تتصرف؟ تتخبطوا ذولا نفس الشيء. يقول لك هذه الشعوب اللي خضعت إلى الدكتاتورية والظلم والاستبداد تحتاج إلى انفجار اجتماعي. هذا الانفجار الاجتماعي زين اللي نتج من القمع والاضطهاد للنظام الدكتاتوري، راح قوى الشرور كلها راح تظهر إلى العالم.
ثم تسعى بدورها للوصول إلى مراكز السلطة وأن تحصل على المال. تفضلوا تفضلوا. نعم نعم. أهلا 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 بالبنية الصغيرة. أهلا دكتور. يا أهلا دكتور. يا أهلا دكتور. بعدين هذه راح الطموح يخليها تحاول أن تصل إلى المراكز العليا وتصطدم مع بعضها. هذه الطبقات أو الفئات راح تصطدم مع بعض. اصطدامها مع بعض قد يؤدي إلى أفناء بعضها البعض. وتحدث حرية منفلتة. هذا اللي أنا ذكرت المثل قال ديستوفيس. إن الإنسان اللي يعيش بالاضطهاد حقيقة صعب يعرف حاله. وتطلع كل سموم المجتمع وتبرز ثم يعيدون يشعرون انهم يضطرون الى احترام القانون والديمقراطية وتستقر اوضاعهم ويعتقدون التعايش السلمي وبناء مستقبل افضل هو الوسيلة للخروج من هذا. هل تلاحظ القضية؟ تلاحظون شلون؟ يعني مجتمع ديكتاتوري الطبقات اللي تعيش العنف والاضطهاد راح تبرز وتوصل الى السلطة وتتصارع مع بعضها ويفني بعضها البعض الاخر ثم تتوصل الى نتيجة. هلا وفرح. هلا وعين. تعال فرح تفضلي. انه الحل اللي الها السليم هي السلام والديمقراطية والتعايش. الفوضى أصبحت علم جديد لأنه العلوم الأخرى مثل ما ذكرت في المقدمة لا تحل المشكلة. يعني توسنامي هاجم العالم، هاجم اندونيسيا، ما تعرف شنو الموضوع. أكو ظواهر اضطرابات تصير في الكرة الأرضية في عالمنا على شتى المستويات. التطاحن الاجتماعي، التضارب بين الفئات المختلفة دينيا وقوميا، حتى العواطف. أنا قلت بصراحة أكو قصة لا تزال في مخيلتي مالت شارلز ديكنز. أهلا استريح تفضل استريح. شارلز ديكنز أن تسمحوا لي أحكي. هي البنت عائلة ارستقراطية ثرية دارسة علم بيت علم. الأب نبلاء يعني دولة دوقات يعني. هي حبت جت لأبوها قالت له أنا أبدأ أسأل نفسي ليش أنا حبيت؟ أنا عندي كل شيء متوفر، ليش أخذ على هذا؟ شو التفسير؟ وين الدراسة اللي درستها؟ وين اللي تعلمته؟ وين التربية اللي تربيتني بيها؟ ليش أنا أروح بهذا الشيء؟ فصل لي، أنت تعرف التعالم، أنت قاري، فصل لي هذا الموقف اللي أنا بيهزه. حقيقة هذا فقط في مخيلتي مداخل. يعني حتى البشر هو في حد ذاته يعيش في فوضى أحيانا لا سبيل إلى تفسير وتلعب دورها في المجتمع. الفكرة أنه هذه العلوم المختلفة يجب أن تتفاعل مع بعضها. يعني أفضل الفيزياء الكيمياء في نفس الوقت إحنا نلاحظ الأحياء حتى تكون فنموذج متكامل لكي لا تحدث الفوضى. يعني كمثال إذا عدى بي أنا أبني عمارة، أنا يجب أن أعرف هذه الأرض ممكن أقيم عليها عمارة أم لا؟ لأن إذا كانت ما ممكن وما عندي علم بالتربة أن تنهار العمارة عندي، وإذا المواد البناء كانت غير صالحة أيضا نفس المشكلة راح يصير عندي، راح يكون مئات البشر. وإذا ما أدرس ليش
هذه العمارة ما استطاعت أن تتحمل هذا العدد من البشر، وهذا البشر اللي عاش إهنانه ما توفرت له القضايا الكافية، مدرسة وجامعة وماي وكهرباء. إذن أنا أحتاج بالوقت الحاضر أن العلوم تتضافر مع بعضها للوصول إلى نتائج. الفوضى، أنا ما أقول أمريكا ما إلها يد بالموضوع، بس أمريكا عندما تكون الأنظمة منهارة ومجتمعات في وضع متردي تكون أهل، أما المجتمعات السليمة فلا تنال. وأنا ضربت عليها السكين. فلا إحنا دائما نجعل أمريكا يشمع عمالة. أنا سبق أن ذكرت ما خليكم تعيشون بالحرب، احتصرت الدين إلى فكرة أخرى تماماً مغايرة إلى هذا. الدين يقول في الآية الكريمة إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دكتورة تحدثت عن مفهوم الفوضى الخلاقة، وهو موضوع واسع جدا وفضفاض، ويعني به نقاط أخرى غير النقاط اللي ذكرتها هي، يعني نقاط عديدة، وجهات نظر أخرى. هي اختصرت حقيقة، اختصرت كثير إن شاء الله، اختصرت جابت أمثلة. نأمل أنه الحوار وياها يصير، يعني إضافة وتعقيب أو تصحيح، وكذلك الأخوة الشعراء اللي هو الميكروفون راح يمشي إذا يعجبهم عدا أستاذ داود لأنه طلب مني يبقى بالأخير. والميكروفون تحت خدمتكم والموضوع واضح. شكرا جزيلا مرة أخرى للسيدة المحاضرة، وأيضا لدينا إعلان، وصلنا متأخر من الشيخ فيصل العبد الله. هذا الرجل أسس مجلس جديد في ديوان إمارة قبائل سويد، لديه ندوة راح يعقدها برمضان يوم 3/7 الجمعة، ويعقدها الساعة 11 صباحا الجمعة، منصبة الجمعة. وقلنا له احنا للطرافة، انا اقترحت عليه قلت له يا شيخ تقلبها سويها فطور حتى الناس تجي. قال لا، الناس يقولون جايين على اكيد على اكيد. قلت له شكو بيها نجي على اكيد، شكو بيها نجي على اكيد، سويت شعور ما دقى. ايضا اعلان اخر من هذا المنتدى، راح تكون المحاضرة المقبلة في السبت الاول من شهر رمضان الكريم. عنوان المحاضرة يموتوقع برقبتي شمينا فطور يا دكتور الله يخليك. احنا هسه قبل شوية كنا نبكي على خلاص خبز قالت انا اسوي فطور، قالت اسوي خبز عروق ولبن. سيد عادي هي قالت بس خلي سبت حبيبي خلي بيها تجد هي فيها فاق فيها فاق فطور بس فلافل فيها فاق. لا مستحيل فلافل نسوي. لا خلاص قال ثاني اسوي فطور خلاص. شنو محاضرتي مختصر مختصر خلي اشوفه مشوكي. طيب لا هذا الجمعه، لا ما هذا الجمعه زين. السبت الثاني لا السبت الاول صادف. شنو هو الجمعه رمضان معناته السبت لازم. لا من يقول الجمعه رمضان يقولون الخميس. لا ما يقولون الخميس ولا الجمعه ما سوي هذا. السبت الثاني من شهر رمضان. زين زين المحاضره المقبله ان شاء الله في السبت هي كاتبه الاول. إذا في السبت الثاني خليكم وياي السبت الثاني خلص ما زال على مود الأكل نأجله. أعيد وأكرر
المحاضرة المقبلة في السبت الثاني من شهر رمضان المبارك، عنوانها سيرة المثلى وفقاهة عظمى، سماحة المرجع الديني الكبير الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره. طبعا الشيخ علي كاشف الغطاء والد الدكتورة آمال. نعم، المحاضر هو أستاذنا المؤرخ أبو ظافر الدكتور حميد مجيد هدو اللي موجود بيناتنا. بارك الله فيك أستاذ حميد وعلى الرحب والسعة. نعم. وهذا الفطور تكريم لك دكتور. وهذا همينة أبو ظافر، هاي بصايتك صار فطور بعد. فطور. بس مجلس الربيعي أعلم باكر إن شاء الله مجلس الربيعي. محاضرة عن ثورة العشرين، عن أهازيج وأشعار ثورة العشرين. يعني هذه شمال الإمام الحسن بعدين وراها. والان جتنا الزنود السيف وراح تمرد الاول سيد عادل. ورا الزنود اليوم يجي معي يقول لك المحاضره مال الدكتور السبت الثاني في اي وقت في شهر رمضان بيه الساعه. اذا كان الفطور لا هسه خلينا نترك ماشي الاذان مال الفطور بال ها؟ لا 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 راح يكون 7:25 اي ليش نبدي بالخمسه مثلا؟ بالخمسه نبدي؟ نعم لا بعد الفطور بعد الفطور ورا الفطور يشلعون. لا 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 بعد زين شنو الضمان ما يشلعون؟ الضمان اي نسوي المحاضره ورا الفطور. هو بنخلي له المحاضره ورا الفطور الفطره وراحوا شو يسوي لهم؟ اقفل الباب. شلون اقفل الباب؟ عادي تعدل. اي اقترحت الدكتوره اقتراح عملي قالت بعد يعني من قبل الفطور نطيهم الشوربه ونسوي المحاضره وبعدين نطيهم. لا بعيدا عن الشقة نبدأ بالخامسة. لا أستاذ نبدأ بالخامسة أو خامسة ونص وننتهي عند الأذان. أي ننتهي عند الأذان مو هيك أستاذ حميد؟ لا لا حميد يقول ما وقف كيف ورا الفطور الفطور؟ إذا ما أخذ عن الفطور نجوا نأخذ عن الفطور؟ إيه نجوا كمية مش الفطور مش سويت إنه يا أبو ظافر يا غالي الجماعة يقولون إذا ما أخذ عن الفطور نجوا ورا الفطور. هو أنت تجون لبيتكم قريبة يفطر ويجي ساعة شوف هسه ممكن يبقون وراء الفطور بعدين ممكنها ممكن ما 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 في مانع. راح داير جلسات السحور. إيه. جلسات رمضانية. سحور جن. إذن حتى نحسم هذا الموضوع نكرر القول الساعة 5:30 محاضرة للأستاذ الدكتور حميد هدو بعدها فطور و. ناخذ راحتنا لا بعد الفطور الحقيقي. ها بعد الفطور الحقيقي خلاص خلاص هاي الحقيقه هل تمتثل السحور يريد يبقى الان حتى الوقت لا يمشي علينا
نبدأ بالتعقيبات ابتداء من استاذ غانم. لديك تعقيب ولا ماكو عبر الميكروفون؟ خلي انا ارجع لك. يلا لا يلا انا حق يعني انا اعتبر المحاضره اللي اديتها كانت كلش مختصره وقصيره. الوقت ما يتسع اكثر من هذا، ولكن اعتبر ان انا هذه وجهه نظري بالنسبه للفوضى المخلقه. احنا الشعوب احنا نخلق الفوضى وليس غيرنا، هذا اللي يساوي فيها بحث واسع. بسم الله الرحمن الرحيم. داود الرحمن. شكرا للدكتورة على محاضرتها كما تفضل المختصرة بس مركزة، اعطتنا قضايا نقدر نحكي فيها نتكلم. بالنسبة إلى أمريكا، هناك اثنين غير الأمريكان، واحد قبل الأمريكا واحد وراء الأمريكا. قبل الأمريكان صهيونية، الصهيونية لا تتصورون الصهيونية جاي هي بس على العرب وعلى الإسلام، على العالم، وجسد نبض بإيرلندا بين كاثوليك وجسد نبض هنا وجسد نبض، هاي بس جسد نبض. بس لقتنا إحنا أفسد ناس ومحكومين حشد سامع بالكذا قالت هي هاي الشغلة. قم بينا الحين وإحنا تسبب الخيل غارت وإحنا نكحب خبب، وحامض يقول الماينوش العنب ومنها النفط نتهنى لو نبتدي. الحمد لله اخو بعد ماكو نفط، نص قيمه سووه والنص نشري بها سلاح الحمد لله. فالقضيه الصهيونيه قاعدين بالحرب. اي قال له في بيتي الكافه، مو من قصدي القصه، بعدين قلت له ظهره وبدها وبالذهب، واحنا خدرانين ما نصحف الف شهر. ثارات الصهاين دوم مضمومة، عادت وفضاعة عود محمومة، حقهم شافوا الأفواه مكمومة، وما ظل معتصمين جدنا لو صحنا. تبدي بروسي تبدي بهاي الكابوني، من جوا العبا يغذيها صهيوني، ما تصرف للكسي وعزرة وجوني، تعود وتدفع آيات أمتنا ونعود على الموضوع. والسلام عليكم. فأنا ركز أقول الصهيونية هذول اثنين اكو محطتين، واحد جاي بأهل البيت يدق بيهم، واحد جاي الصحابه يدق بيهم، دول يطلعون من فس. دكتوره امال كاشف الغطاء على التعمق في هذا الموضوع من الناحيه اللغويه والمفاهيميه والدينيه والسياسيه. انا لا اريد ان اعلق على الجانب الديني، ستقتصر مداخلتي على الجانب السياسي. الفوضى الخلاقة أو ما يسمى creative chaos أو أحيانا تترجم creative anarchy، مفهوم أطلقته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عام 2005، كانت تقصد فيه فيما يتعلق بنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان ومساواة المرأة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأمور. وجدت الأرض أو البلدان العربية أو ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط التي هي كانت مركز والساحة المهيئة لتطبيق هذا المفهوم، لأن ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير Greater Middle East أو ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد New Middle East كتب عنه الكثير، مثل ما ذكرت حضرتك كتب عنه الكثير من مختلف الاتجاهات، وخصوصا من أبرزهم برنارد لويس.
وبرنار ليفي وقادة إسرائيليين. فيما يتعلق بالمنطقة العربية، يعني بالنسبة لها هي التفتيت والتجزئة وتقسيم ونشر المفاهيم الأمريكية. دعوني أضرب لكم مثلا أن يتسع صدركم. قبل سنوات قليلة جدا عقد اجتماع في فرانكفورت لمجموعة من الحكماء ترأسته وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، وحضره وزير الخارجية الأمريكي المعروف ومستشار الأمن القومي هنري كيسنجر. تمت مناقشة ماذا تفعل هذه الجهات الأمريكية والأوروبية كمفكرين لمنطقة الشرق الأوسط. هناك من دعا إلى تقسيمها وتجزئها على أساس عرقي، طائفي، عنصري، كثير من الأساسيات. ولكن اعترض على ذلك هنري كيسنجر قائلا إن هذا المخطط المشروع يعني أن هناك ما يسمى بهلال شيعي سيتكون من لبنان حيث حزب الله والعلويين ثم العراق ثم الخليج، وبالتالي هذا سيصب في مصلحة إيران، أي أن هذا الهلال الشيعي سيتحكم بمنطقة حيوية مهمة سواء مشرفة على البحر الأبيض المتوسط أو على الخليج العربي ومن ثم آبار النفط في منطقة الظهران والمنطقة الشرقية. ولذلك اقترح ما يلي أولا إنشاء كيانات قوية ضمن هذه الدول. هذه الكيانات تكون حاكمة قوية حاكمة بؤرية. اثنين، انفلات على مستوى الحدود، ليس إلغائها ولكن انفتاح على مستوى هذا الحدود، ثم وجود فوضى تسمح بهذه الحركة. أي أن كمثال على ذلك أستميحكم عذرا أن أذكر هذا المثل، وهو ما يتعلق بإقليم كردستان. أي أن الآن أنا كتب الكثير عن هذا الموضوع، ولكن مقدار النفوذ ومقدار التأثير ومقدار لعب بالأمور والبيضة القبان الآن يقول عنها السياسيون العراقيين قبل غيرهم بأن المسعود بارزان أو حكومة إقليم كردستان تلعب دورا رئيسيا كبيرا. يا أخوان، أنا انتهيت ظهر صباح هذا اليوم من ترجمة من قراءة لتقرير جدا مهم للسادة المعنيين يتابعوه، أستاذ طوان وغيرهم، هو لشرح مركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والدولية للشخص المعروف البروفيسور المعروف أنتوني كوتسمان. هذا شخص عملاق معروف، كوتسمان استراتيجي، أدلى بشهادة أمام لجنة الشرق الأوسط الفرعية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم 3/6. تحدث عن الاستراتيجية الأمريكية في العراق في محاربة داعش وسوريا. انتقد هذه الاستراتيجية لأنه قال الموضوع ليس موضوع مفاهيم concepts، الموضوع هو ما يجري على الأرض على الميدان. وقد فشلت هذه الاستراتيجية في أن تحد من حركة داعش ومن جبهة النصرة، وأضعفت البلدين سوريا والعراق. وبالتالي وعدد إحصائيات، يعني لو هسه مترجمها أنا بس ما أريد أدوخكم، على عدد الطلعات والإحصائيات التي قامت بها الطائرات سواء كانت لأغراض الرصد والاستطلاع أو لأغراض الهجوم أو لأغراض الاستخبارات، وخلص إلى النتيجة بأن معظم هذه الطلعات أكثر من 75% تعود دون أن تقوم بأي إجراء. ولذلك اقترح أنه لابد أن يكون هناك أن ما ينقص الجانب العراقي أو التعاون مع العراق هو ما يسمى بالسبوترز،
يعني يكون هناك على الأرض ناس تستطيع أن تكون على تواصل مع الطائرات الأمريكية تعطيها معلومات. فضلا عن ذلك قال بأن الاستراتيجية الأمريكية القائمة حاليا تهدف إلى الحد وتقييد حركة الحشد الشعبي الذي تعتبره موالا لإيران وبإيقاف تمدده، وبالذلك بكي لا يكون بديلا للجيش العراقي، وأنه يكون أيضا يتوسع النفوذ الإيراني بالمنطقة ومن ثم تؤثر على العراق. بعض التفسير يقول بأن الإدارة الأمريكية في هذه الفوضى ليس اتهاما، هذه وثائق، هذه وثائق لا تحدث عن اتهام. اليوم البارحة كلكم قرأتوا وسمعتوا ما نشرته موقع ما يسمى مؤسسة جوديشال ووتش. هاي جوديشال ووتش نشرت تسريبات عن وزارة الدفاع الأمريكية قالت فيها أن الإدارة الأمريكية البيت الأبيض والسي آي اي والستيت ديبارتمنت وزارة الخارجية على علم بأن هناك أسلحة وشحنات عديدة جاءت من ليبيا ثم عبرت بحر المتوسط ثم وصلت العراق لكي تستخدمها داعش. فإذا الموضوع داعش هو يسموه بالإنجليزي يسموه degrading، يعني إضعاف وليس elimination أو destruction. هذا الموضوع أنه لأنه لا تزال داعش في أعمالها لا تزال تؤدي وظيفة على الرغم من خطرها على العراق وعلى سوريا. ويقول كوزمان أنه لا يمكن لهذا الاستراتيجية الأمريكية أن تنجح إلا أن تعمل على الساحتين العراقية والسورية لأنها مترابطة ومتداخلة فيما يتعلق بهذه الحركة. فداعش من الممكن إذا حسب توقعات غراهام فولر، غراهام فولر نشر في بداية تنبؤات يعني عنده 5 تنبؤات، هذا يسموه المخطط رئيس مركز دراسات والتخطيط الاستراتيجي السابق في السي آي اي، ويعتبر من الثقات فيما يتعلق بالصحافة الأمريكية إلى أن يأخذ عنه. من ضمن توقعات تنبؤات حسب الإحصائية أن داعش ربما يعني توقع، واحدة من توقعات طلعت صحيحة، قال إن أردوغان سيتحل به الهزيمة، هاي واحدة من تحققت حقيقة الآن. والثاني قال ربما أن داعش ستتراجع وتتقهقر، ضم إذا تقهقرت ستنسحب إلى سوريا. أنا آسف للحديث، لا لا حلو، ستنسحب إلى سوريا. ولكن هذه المسافة المطلوب من داعش أين تتجه؟ ليست المطلوب منها أن تتجه إلى الموصل، بل أن تتجه إلى الرقة والحسكة ثم بعدود حوالي بالآلاف كيلومترات لكي تصل إلى القلمون لكي تحدث المعركة الفاصلة مع حزب الله، لأن أمريكا تعتبر حزب الله إضافة لكون إرهابي هو العدو الرئيس الذي من ناحية إيران ومن ناحية تهديد الإسرائيل. فإذا تريد أن تصل لهذه المنطقة بحيث يصل وهو بكامل قواته آلاف الكيلومترات من موصل إلى الأنبار تعرفوه يمكن 400 كيلومتر، بينما من هناك إلى السويداء وحمص حوالي 1000 كيلومتر. ولذلك الآن حسب التقديرات أو المحللين بأن الحركة المقبلة إذا ما حصلت هزيمة لداعش في العراق أنها ستتجه إلى الأراضي السورية ثم تذهب بعد أن لأن النصرة الآن التي تتحولت إلى ما يسمى بجيش الفتح الآن هي في حالة تفكك رغم الدعم التركي والسعودي والقطري والإسرائيلي والإماراتي كلها تدعمها بالمال والسلاح، وهذه موثقة أنا لا أتي من نفس جميل أصبحت من البديهيات. ولذلك المعول عليه أن داعش لا تزال تؤدي غرضا استراتيجيا وسياسيا بالمنطقة ولها علينا أن نتحمل. دكتورة أويدكي كثيرا بأننا لو لم نكن هناك هذه العوامل الداخلية المساعدة الكثيرة لما حدث. فإذا علينا يا أخوان حقيقة نحن لا نملك رؤية موحدة كدولة عراقية، هذه حقيقة. انظروا ما ذهبنا إلى الأردن، 6 وفود حضرت مؤتمر دافوس في الأردن، 6 الكل يتحدث، وأستاذ أطوان يعرف يمكن طالع في الأدوات، الكل تتحدث عن كل واحد عنده رؤية خاصة به، 6 كلهم. أين العراق؟ أين العراق؟
يذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتستضيفهم سواء المركز الأمريكي للسلام أو بروكلين إنستيتيوت، وأنا أقرأها باللغة الإنجليزية يعني مو أقرأها مترجمة. الكل يصب جام غضبه على الحكومة ويعتقدها انتقادا لاذعا بل أشد منه وكأنه بريه معول لتهديمها. بالله عليكم بالله عليكم كونتكست استراتيجي كونتكست قالت أن هذا أمر طبيعي ما يجري بالعراق من معارك وصراع دموي وسيستمر، وهذه مسألة طبيعية فيما يتعلق بالإيفوليوشن بتطور الأحداث في العراق، ولكن ستصل نهاية يبقى من يستطيع البقاء وينتهي من لا يستطيع البقاء. فنحن الآن تاريخيا العراق الآن حضر جديد صالح. شكرا جزيلا. قاعد كنت انت تحكي كذا احسنت تشرف بحكيك هذا بس احسنت احسنت فعلا هو المفروض يستضيفه يستضيفوه حضره هو يا اخي انا هاي هسه كاتبه حلو واحد 20 صفحه حلو استاذ لا 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 كلامه هذا حديث وثائقي. السلام عليكم السلام ورحمه الله احسنت السلام عليكم طبعا احسنت. السلام عليكم أيها الحضور الكرام، المتحدث المحامي جمال كحل. راح يكون كلامي حقيقة من شهرين، قسم سياسة ووراها شوية تطيب جو في البيت الشعر. العلاقة بالأوضاع. الحقيقة هو بدأ الصراع يعني عالمي بالنقول من أيام الفتوحات الإسلامية وتطورت، بعدين أتت الثورة الفرنسية سنة 1789، وراها الثورة الصناعية في إنجلترا، وراها بدأت الأفكار الاشتراكية ماركس وأنجلز، وراها الحروب العالمية اللي صارت 1914 الحرب العالمية الأولى، 1939 الحرب العالمية الثانية. هذه كلها هي نوع من الفوضى مثل ما تحدثت الدكتور. فإذا الفوضى مستمرة من ذاك الزمن إلى حد. وأتذكر حديث سنة 1959 كنا في كلية الاحتياط تدريب ودراسة. يخص التدريب الدراسة العميد المرحوم صبري النعيمي كان عضو الكلية العسكرية قال أدت هذه إلى الحرب العالمية الثانية، خلقت فوائد، خلقت لنا الأسبرين، خلقت لنا البنسلين، خلقت لنا ظل يعزل. وجماعة طبعا ما اقتنعوا ذاك الرأي في وقتها، ناقشوا هذا. فهذه الهزة يمكن أن نسميها الهزة السياسية في كل بلد، وراها مثل ما تفضل الدكتورة تخلق محامل وتخلق آراء وتخلق اقتصاديين، وهذا ما جرت حياة البشرية منذ أن خلقت إلى الآن، ولازلنا مستمرين حتى وصلنا إلى القاعدة وداعش وما يأتي بعدهما الله أعلم. هذا اثنين شيء له علاقة قبل خمس أو ست سنوات سبع سنوات في رحلة إلى أمستردام. دائما العراقي يعيش غربة يعيش وطن أيضا وياه، يفكر في شؤون الوطن ويمكن أن يتفتح أكثر مما لو كان داخل الوطن. فأقول لأمستردام قصدتك لست أدري ما ألاقي وحبي سوف يبقى للعراق. أمستردام جئتك من بعيد لأولادي وأحفادي اشتياقي، وأية غربة مهما استطابت أرى عسلا بها مر المدار. أمستردام فكي من وثاقي، دعيني للعتاق وانطلاقي، لعل الحب يظهر من جديد مع القبل الطوال مع العناق. الله 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 لعل الحب ينهض من جديد مع القبل الطوال مع العناق. ويا وطني الجريح إلى ما تبقى تفكر في نفاق أو شقاق؟ أتبقى العين تنظر كل يوم إلى سقف الهوى ودم المراق؟ متى تتوحد الأطياف طوعا ويحيى الكل في نعم الوفاق؟ ويحيى الكل في نعم الوفاق.
استاذ محمد الجابر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حقيقه كان ودي اتحدث عن موضوع ما، ولكن عندما استمعنا الى محاضرتين بدل الواحده، الاولى القتها الدكتور عماد كاشف الغطاء والاخرى القاها الاستاذ عبد الماس غالب، لا بالعكس بالعكس بالعكس، فتغير عندي الموقف. ولكن اقول اننا شئنا ام ابينا اننا من التابعين، بل من المتتبعين الى الخطوات الغربيه والمقدمه منها امريكا، لا لشيء الا من اجل تزويق وتحسين خطواتهم اللي هي بالاساس ما هي الا اشراك ضدنا وضد هذه الشعوب لما تسمى شعوب العالم الثالث. وحتى في طروحاتنا، تفضل الدكتوره في معرض حديثها وقالت اننا عندما نريد ان نبني مدرسه او مسجد نخرب. هذا عندما يكون هناك هدف استراتيجي من اجل ان نحصل على شيء. الفوضى التي تحصل او الذين يصنعونها لنا ونحن نزوقها ونسير عليها لا بعدها الا خراب. نحن لم تكن لدينا ردة فعل كما حصلت في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكن لدينا ردة فعل كما حصلت في كثير من الدول من التي استفادت من هذه الفوضى. نحن نصنع الفوضى حتى وإن لم تكن بمجرد أن يصنع لنا العالم الغربي فكرة ويطرحها لنا وما علينا إلا تنفيذها. أحد خبراء العدو الصهيوني، ويبدو أن هناك اتفاق بيننا جميعا من أننا سبب مأساتنا هو العالم الغربي وما نحن إلا مطبقون لهذه الأفكار الخبيثة اللي هي ضدنا، يقول هذا الخبير ويقال أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي. أنا لم أقرأ الخبر وإنما سمعت به ولكن موثق، يقول بأنه قدم صدام حسين لإسرائيل خدمات لم تقدمها إسرائيل لنفسها طيلة فترة وجودها، من خلال الحرب العراقية اللي شنها على إيران عام 80 والتي شقت الأمة العربية والإسلامية إلى أنصاف أو إلى أجزاء، وآثارها لا تزال حقيقة قائمة إلى حد الآن. نحن حقيقة إن لم نعي خطورة الموقف، وحتى نسمع نحن أن أمريكا والعالم الغربي يخطط استراتيجيا إلى 50 عاما، لا يخطط استراتيجيا، هو يطرح الفكرة ويشتغل بالمستجدات، والدليل كثر على هذا. الحقيقة استمعنا إلى أساتذتي ولا يمكن لي التوسع في هذا الموضوع. شكرا لكم والسلام عليكم. سلام. جمال عبد الناصر يطلع بعد ولا عرب. نعم. أستاذ عبد الله تفضل. السلام عليكم جميعا. السلام. شكرا للمجلس الموقر، شكرا للسيدة المحاضرة، شكرا للسيد مدير الجلسة. شكرا. أنا بس فقط عندي تعقيب على محتوى الكلمة لغويا، وأنا عقبتها في وقتها، وأنا محلل سياسي وعسكري لمعهد كارنيجي للسلام إذا يعرف الأستاذ، في مجموعة جوديت ومجموعة عمر حمزاوي. لا يمكن الجمع بين النقيضين في وصف واحد، لا يمكن أن نقول الفوضى الخلاقة أبدا. هذا أريد به كمصطلح الازدراء بالمتلقي، لا يمكن أن نقول البصير البصير أو الأعمى البصير، ولا يمكن أن نقول القبيح الجميل، ولا يمكن أن نقول الذكي الغبي. هذه الكلمة عندما أطلقت وأطلقها قبل كونداليزا رايس، الحقيقة أطلقها مخطط السياسة الأمريكية اليهودية كسنجر، هي الفوضى الخلاقة، أصلاً أريد بها الازدراء بالمتلقي. فقط هاي الملحوظة أريد أن أقولها. مستحيل أكو مسألة ممكن أن تبني، أشارت الدكتورة إلى مسألة معينة، ممكن إعادة البناء بعد الهدم إلى الصفر ممكن، لكن أن تكون فوضى خلاقة أبدا، لأن الفوضى لا تخضع لأي قانون. عملية الفوضى كما أشار الدكتورة لا يمكن أن تخضع لأي قانون، القوانين توضع وتسن وثم تصبح بعد أن توثق كبراهين تصبح نظريات وتؤخذ على أساس شيء مدروس وواقعي فعلا. هذه مداخلة بسيطة مع الدكتورة آمال، أشكرها جدا لروائعها، وأشكر وأطلب من الأستاذ الدبلوماسي الكبير أن يزودنا بكل معلوماته بمحاضرة خاصة عن الموضوع، لأن هو اطلاع جدا عالي. فقط أريد أن إذا تسمح لي الدكتورة، وأنا أعتبر نفسي أخوها الصغير وأحد أعضاء مجلسها، أريد أرحب بالأستاذة اللي جت لي أول مرة، الأستاذة الشاعرة السيدة نجاة معلة. كان يوم السبت عندها حفل توقيع ديوانها في مركز الفارابي للأستاذ جابر المخزومي ابن عم الدكتور عادل المخزومي اللي وعدني المفروض اليوم يجي، ووعد الدكتورة آمال هي وصديقتها سنداء جبوري، وهي أيضا أبدعت في اللقاء وكان لي شرف إدارة الجلسة، شكرا لها. أقول أنها طلبت منها أن تجلس
عدد من النسخ من الديوان لأجل أن تقدمها لحضار هذا المجلس. كنت أطلب منها ذلك وإن شاء الله وفت بوعدها. شكرا لحضورها وأتأمل أن يكون المجلس أعجبها. شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا. طبعا انت جهود الدكتور امل احتضانها هذا المجلس ليس بغريب عليك اي وجودك. اما موضوع الفوضى او الفوضى فهو يستشري في كل مرافق الحياه. يعني هذا شيء موثق مو هسه بعدين بس بعدين ست معلق بعدين سويت عندك قطع ما يصير كمل فموضوع الفوضى انتشر كل ما عفوت الحياة ويعني في علم أكثر أنه حتى في الفكر إذا انتشرت الفوضى فمعنى انتهاء هذا الفكر أو العقيدة. عندنا مقولة للكاتب شاندل: إذا تريد أن تهاجم مبدأ أو تهاجم أو تنهي ما بمعنى إذا أردت أن ترجم على بلد أو تنهي مبدأ لا تهاجمه بقوة بل دافع عنه بضعف. أكيد اللي كلنا مركزين وعلى آسف يعني لأنه حتى الفكرة ما راح توصل يعني هاي الفوضى اللي صارت هي أساس موضوعنا وصارت الفوضى بنص الكلام. يعني هاي الفوضى متعمدة أو خلاقة أو يعني اشتسبوها فيعني ما أعرف مع الأسف. إحنا أهم شيء من الفوضى نحتاج بجانبها إلى موضوع مهم جدا هو هل هنالك ديمقراطية خلاقة؟ أو ستحدث ديمقراطية خلاقة في العراق لكي تواجه هذه الفوضى الخلاقة؟ أشكركم جزيل الشكر. دكتور حميد هل دو خاصة عندك؟ أستاذ حميد؟ أستاذ محسن هو هيك يروح بالعكس هيك يروح الفوضى الماكية الفوضى الماكية. السلام عليكم. موضوع الفوضى الخلاقة لابد أن نتكلم في مقدمة ولو تبقين ثلاثة وندخل عن مفيد مع السيدة الفاضلة بتنان بلوسي ذكر الأستاذ اللي هو بريطاني الأصل أمريكي الجنسية ومن أسرة يهودية. هذا طرح مشروع عام 83 مفاد هذا المشروع تقسيم الشرق الأوسط إلى 34 دولة على أساس طائفي وعرقي. وطبعا هذا إلى علاقة بمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرح أولا في خمسينيات القرن العشرين والهدف من عنده تحقيق أمن الكيان الصهيوني اللي يحتل الأراضي العربية المحتلة. هذا الرجل عندما طرح هذه الفكرة لم تلاقي ترحيبا إنما اعتمدت في الكونغرس الأمريكي كمبدأ أساسي للاستراتيجية الأمريكية الآنية والمستقبلية. أما فيما يخص العراق وقضية الفوضى الخلاقة احنا نريد الدكتورة تسمع سيدنا. نريد الدكتورة تسمع. يلا يلا توكل والله عاد راح اقوم دينا. لا احنا نريد الدكتورة نسمع حتى يعني ترد على كلامنا. فيما يخص الفوضى الخلاقة التي اتولدت في العراق ابتدأت من عام 91 عندما اقدمت كل من بريطانيا وفرنسا وامريكا على خلق الجيب الامن للاكراد.
وفي عام 92 عندما أقدمت أمريكا على خلق الجيب الآمن للشيعة. إذن هي بدأت بتقسيم العراق على أساس قومي وأساس طائفي، ومن هنا بدأت المشكلة في العراق تتفاعل إلى أن وصلت عام 2003 عندما احتلت القوات البريطانية والأمريكية والأسترالية والقوات المتحدة معها بغداد في 9/4/2003. وصرحت كونديزيلا رايس في تلك الفترة لأول مرة بشكل صريح عن الفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة احنا عندنا مثل بالعراقي، اخبطها وهي تصفي، اخبطها وهي تصفي، هكذا هو مفهوم الفوضى الخلاقة عند الغرب. من جهة معينة تقوم بإرباك الأمور ومن ثم تعمل على تصفيتها فيما بعد، و يعني بحيث يكون الناتج أو الفائدة لها وليس للمكان الذي خلقت فيه الفوضى الخلاقة. فيما يخص يعني البحث اللي قدمته الدكتورة وذكرت البراغماتية، البراغماتية هي تعني سرعة التحول في المواقف وتفضيل المصلحة الذاتية على المصالح الأخرى، وهذه هي السياسة الأمريكية. السياسة الأمريكية عندما استوجبت أن تنهي الشاه أو تنهي ماركوس في الفلبين أنهتهم، وحاولت أن تأتي لغيرهم، لكن الرياح لا تسير بما يعني مئزة الرياح كما كانت أمريكا تتوقع. في إيران حصلت ثورة وجيء بشخص أو جاء شخص كان يعمل بالضد من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. فيما يخص مشروع ماريشال، حضرتك قلتي إجا بعد فوضى خلاقة وهذا استفادت منه ألمانيا. مشروع ماريشال اللي طبق عام 49 واستمر لعام 55، هذا إنما اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية حتى تحتوي ألمانيا، مو لفائدة ألمانيا، تحتوي ألمانيا. ولكن هذه السياسة جاءت عكس ما توقعت أمريكا. ألمانيا أصبحت قوة اقتصادية تنافس أمريكا في العالم. مصطلح الفوضى الخلاقة سبقني الأستاذ الجليل عنها. أنا أعتقد بتقدير متواضع أن هذا المصطلح له علاقة بالفلسفة الهيجلية ومن ثم الفلسفة الماركسية التي تقول بأن الشيء يحمل نقيضه معه. كيف نقول فوضى ونقول خلاقة؟ يعني أنا ما أفهم شلون تكون فوضى وشلون تكون خلاقة. الفوضى يأتي بعدها الدمار، شلون أنا أقول فوضى خلاقة؟ هذا طبعا فسر الأستاذ بتفسير وأنا أقول هذا التفسير يعني نعم. الموضوع الآخر ذكرتي حضرتك الثورة البلشفية والثورة الفرنسية وقلتي هذه هل هي نعتبرها فوضى خلاقة؟ لا يمكن اسقاط ما حصل في فرنسا وفي روسيا على ما حصل في العراق، لان ما حصل في فرنسا وروسيا ثورة داخلية بمعنى الكلمة، ما حصل في العراق انقلاب جاء من الخارج، احتلال امريكي وغير النظام وجاء بنظام جديد حرق الاخضر واليابس ولا زال نعيش تداعياته. الموضوع الاخير اللي حبيت انا اتكلم عنه، السيدة الباحثة تكلمت عن الطبقة السفلى وطبعا يقابلها الطبقة العليا. أقول هل إن نظام الحياة فرض أن فقط الطبقة العليا تحكم والطبقة السفلى عليها أن تتلقى الأوامر؟ لماذا هذه النظرة الاستعلائية، هذه الطبقية؟ انقسم المجتمع إلى طبقة كذا وطبقة كذا، لماذا لا ننظر الناس كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال الرسول الناس متساوون كأسنان المشط. الملاحظة الأخيرة هي الأمثلة التي ذكرتيها حضرتك عن أمثلة قرآنية لا يمكن أن نسقطها على الفوضى الخلاقة أيضا، لأن الأمثلة القرآنية بتدمير القرى والمدن هذه إنما حصلت على اعتبار أنها عقوبة صارمة لتدمير من فسد في الأرض، لتدمير من فسد بالأرض وليست فوضى خلاقة. فوضى خلاقة. شكرا على حسن الاستماع. دكتور حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما عندي تعليق على كل ما دار من خلال المحاضرة، إلا أنه
بعض الملاحظات البسيطة. الملاحظة الأولى، الإخوان قالوا ما يصير الشيء وضده، يعني عنوان الفوضى الخلاقة، ما يصير فوضى شيء وتعكس الأخرى. لو رجعوا إلى تراثنا العربي البلاغي لوجدوا أن كتبا كثيرة ألفت في هذا الموضوع. في مقدمة هذه الكتب كتاب للثعالبي وهو من أهل القرن الرابع الهجري، ألفه بعنوان تقبيح الحسن وتحسين القبيح. ينطبق هذا الكلام على عنوان المحاضرة التي تفضلت بإلقائها الدكتورة آمال كاشف الغطاء. فإذن أن عنوان المحاضرة صحيح ولا شائبة فيه من الناحية البلاغية ومن الناحية اللغوية. اثنين، بالنسبة للفوضى وليست الفوضى، هذا من الأخطاء الشائعة، فإن القوم فوضى لا سراة لهم، الشاعر القديم يقول. فكلمة الفوضى عندما تحدث يحدث بعدها انقلاب على الذات فتصفو الأمور، وفي العامية نحن نتداول في الذاكرة الشعبية مثلا قال له إذا مت اللاص مت اصفر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حقيقة. وكل الثورات التي حدثت في العالم كان الحرس القديم يقود الحرس الجديد، هذا ما قرأناه في جميع الثورات، سواء ثورة أكتوبر أو الثورة الفرنسية أو الثورات التي حدثت في الشرق الأوسط. فإذا يحدث انقلاب على الذات وتصفو الأمور والناس يهرعون إلى أماكن عملهم والأمور بالتدريج step by step تتحول من أسوأ إلى أحسن. في الحقيقة المحاضرة كانت غزيرة، وضعت النقاط على الحروف، وإن كانت المدة يعني لا تفي بعرض كل المعلومات إلا أن الأستاذة الفاضلة أفادتنا كثيرا، كما أننا استفدنا من تعقيب الأستاذ ما أدري اسمه غالب فهد. الحقيقة كانت معلومات وثائقية جيدة خرجنا فيها إلى المعتقد الذي يعتقده الناس كافة والقريبين من صنع القرار أن داعش صناعة أمريكية 100%. وشكرا جزيلا على حسن استماعكم. سنة 1907 1907 رئيس وزراء بريطانيا عقد مؤتمر للدول الأوروبية. قبل بداية المؤتمر وزع عليهم خرائط للوطن العربي، فهم استغربوا شنو هاي الخريطة اللي قالهم إحنا هذا الجزء من العالم من شرق إلى غرب يتحدثون لغة واحدة وعندهم دين واحد وعندهم كل مقومات النهضة إذا يريدون ينهضون، فإحنا لازم نستغل هذه الدول، نستغل ثروات هذه الدول بأن نجعل الأنظمة الحاكمة عندهم غير متزنة وغير حكيمة، وإلا أي اتزان راح يكون لهم مقومات للنهضة، وعندهم أربع منافذ دولية تقدر تسوي اختناقات على العالم، هي مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، مضيق هرمز، ومضيق سيناء. هذين المضيقات إذا رادوا يسيطرون عليهم أو يسدوا يغلقوهم راح يسوون اختناقات على العالم وعندهم راح يصير نفوذ وسيطرة على العالم. فإحنا لازم نخلي عدم اتزان في هذه الدول باستمرار. إحنا بدول أوروبا لازم ننتقل بين دولة ودولة، لازم ويانا مترجم، بينما هذه الدول يتنقلون بيناتهم بدون أي مترجم وليس عندهم مذاهب متعددة، عندهم دين إسلامي واحد. إحنا بدول الأوروبية عندنا عدة مذاهب. حفيدي مشرد، أنا حتى مشرد، هو هذا اللي تحلم بيه، هو هذا اللي تريده، هو هذا. ليش
مو وصوصنا وذلبنا احنا؟ مو احنا هذا اللي احنا جبناه على انفسنا الفوضى مو احنا جبناها؟ من جاب امريكا؟ لا مو امريكا، ما لها علاقه. بالعكس انجلترا خدمتنا، انجلترا وايد خدمتنا، هذا نظامي كله انجليزي. قعدتي واكلي وشربي ونظامي الغذائي وطريقه تفكيري امريكا. انا احكي لكم شيء جدا بسيط، انا اقرا روايات، قريت روايه مدام بوفاري، انا قاريتها وقريتها سمرؤاء جديده. انا اتعجب احنا ممنوع عندنا ان نقرا مدام بوفاري، تقدر تقرا مدام بوفاري؟ مدام بوفاري الكاتب حكم عليها بالموت بالسم، دمرها. هذه الثقافه حديثا نتخلى اقرا عيد قراءاتي لان صراحه جديده عندنا، بس الاحمر والاسود الستاندار. لاول مره استغربت جدا ان الشخص اللي يرتكب الخطيئه يدفع الثمن، الرجل مو المراه. المراه ما دفعت الثمن، الرجل دفع. ويا كاتب منو عنده سبب؟ هذه شعوب متقدمه لان نظرت نظره واحده للثقافه وللعلم وللمعرفه. مو احنا اقدر احكي عن حسين مردان؟ تقبلوها علي؟ تقبلون احكي عن حسين مردان؟ ما تقبلوها؟ ليش لا؟ والله ما تقبلوها. لا يا حسين مردان منو هو؟ اللي قال تكتب الارض والسماء فثوري يا براثين انا من جف كاسه في يدي وقت ما زال ضامي. هو حقيقه تحكي عن كاس؟ لا ولا تحكي على الفاين مالته اللي ما عنده فلوس يجي من ديال البرطاله. ما عنده فلوس. خلونا نعيش من جديد. وين محمد صالح محمود؟ وين قصيده اين حقي اللي اروح للاتحاد؟ ما يرضى يحتفل محمد صالح بحر العلوم. ليش؟ موتها من مدح صدام حسين. قال لنا بعد الله نعتذر. يقول له عندي 11 طلب ربحتي. موتها لا نعم. لا صحيح حكيك استاذ. ما تقبلها؟ لا طبعا. موتها للدولة. بس انت قال عزيزي انت ورا الجنازة مالك. صفحة كاملة. صفحة كاملة. يقول 11 واحد بربحتي. إنا بك بعد الله ناقصين. محمد صالح فاحمد العلوم. بس ليش هيك قصيدة؟ آخر عمره آخر عمره شو؟ وبتات اللمسة غير يجب ان يبقى في منزله خاصه لانه يعبر عن عصره، ولا انت تحاس ولا غيرك. هذا التاريخ هو موجود وراح يحكم الى محمد صالح شخصيا. في قصيده ان حقيقه اكبر من العبد. هي هل تبدي تبعية المثقفة؟ والبريان والنفاق. الله يرحمه. يقول بريان ونفاق يخدعون الله شهر. صورني فيديو. بريان ونفاق يخدعون الله. ما عندي مشكلة شيء. لا بس صورني. ممن ملأ العالم مصرا انصف الأمر لهم لم يتركوا لله أمرا وسيبقى الله مثلي مستغيثا أين حقي. ليتني أصدع بعض الوعي في بعض الجماجم وأريح البشر المخدوع من شر البهائم مع الاعتذار وأصون الدين مما ينطوي تحت العمان فئة تقتل الحق وتتولي. ماما قاعد بلادي لن أبدلها بأرض
ولن أرضى بدارا غير داري، ودجلة إن شربت الماء منها ألذ إلي من شرب العقار، وحسناواتها في كل حي بريئات كأطفال صغار، لهن اللحن أعزفه وأبقي أردده إلى يوم احتضاري. ربيعك يا بلادي وهو طلق كأن شذاه عطر الجل ناري، وظل النخل فيك يريح قلبي وما في النخل من حلو الثمار، وشمسك لو بردت بزمهرير لتسقيني لتسقيني نقضه من هوار. Thank you.